السلام عليكم ورحمة الله متتبعي الكرام. بلا ما نطول عليكم، اليوم غادي نقدم لكم طريقة سهلة لتحضير مخلل الخيار في المنزل اللي هو صحي بدون مواد حافظة. نمر الطريقة ديال تحضير المقادير. أولا عندي نحتاج ملعقة كبيرة ديال الملح الخشن ديال البحر، غنحتاج أيضا ملعقة كبيرة ديال السكر سنيدة، وغادي نحتاجو كأس صغير ديال الشاي ديال الخل الأبيض، وغنحتاجو أيضا 250 غرام ديال الخيار. ومن بعد غادي نحتاجو بطبيعة الحال الماء اللي كيبقى تقريبا نصف لتر، أو الماء اللي غادي يكفى باش يغطي لنا الوعاء اللي غادي نغلقو فيه على الخيار ديالنا. نمر الآن طريقة ديال التحضير إن شاء الله. بالنسبة لطريقة التحضير، أول حاجة غادي نديروها غادي ناخدو الخيار ديالنا أو الخيار الصغير، وغادي نتكوه أو غادي نوضعو فيه واحد الثقوب صغيرة، وغادي نوضعو في إناء زجاجي أو قنينة زجاجية اللي غادي تكون محكمة الإغلاق، ونوضعو فيها ونبداو على بركة الله. ناخدو الماء ديالنا نوضعو فيه الملح ونحركو جيدا باش يدوب لينا، باش يسهل علينا العملية ديال الذوبان. غادي نضيفو الملعقة ديال السكر، وغادي نضيفو الخل، وغنعاودو نمزجو الكل جيدا، ونصبو هاد المحتوى في الوعاء ديالنا او القنينة الزجاجية، ونغلقوها جيدا ونوضعوه على جنب في مكان بارد في المطبخ ديالنا بطبيعة الحال، ونخليوها تقريبا لمدة ديال أسبوع ونصف أو ما يعادل 12 يوم. ومن بعد مرور 12 يوم غادي نفتحوا عليه باش نشوفوا النتيجة اللي حصلوا عليها، اللي غادي نحصلوا عليها إن شاء الله. هو الان الكورنيشون ديالنا او المخلل ديال الخيار فتحت عليه من بعد مرور 12 يوم او اسبوع ونصف. ها هو كتشوفوا قاسي، كان نضغط عليه، والان غادي نقطعو باش نوريكم الشكل ديالو من الوسط، وغادي نذوق منه واحد القطعه باش نشوف كيفاش ولا. غادي ناكل دابا واحد القطعه، جيد جدا وكيتقرمش في الفم. نتمنى هاد الوصفة تنال الإعجاب ديالكم، وأنكم تجربوها، ونتلاقاو إن شاء الله مع وصفة أخرى.